مجلس الوزراء يؤكد أن التصعيد الحوثي لن يمر دون عقاب، والزبيدي يقول أن ذلك يؤكد الحقيقة الإرهابية والنزعة العدوانية للميليشيات. البنك الدولي يعلن تقديم 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. والخطوط الجوية اليمنية تؤكد التزامها بقوانين إنشائها ورفضها تدخلات البنك المركزي بصنعاء. أهلا بكم. أعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن وفاة رجل وزوجته وابنه وإصابة ثلاثة آخرين في حادث حافلة عصير. وأكدت السفارة أنها تتابع مع الجهات المعنية حالة الركاب اليمنيين المصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى أبها العام. ويذكر أن حافلة نقل ركاب تعرضت إلى حادث مروري في عقبة شعار بعصير، وكانت تقل سعوديين ومقيمين من جنسيات مختلفة خلال رحلتهم لأداء العمرة. اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برئيس هيئة التشاور المصالحة محمد الغيثي ونوابه. الاجتماع تطرق لجهود الهيئة في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الشاملة بين القوى الوطنية وتوحيد أهدافها وحشد قدراتها حول مطلب استعارة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. بحث مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن عددا من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي وخيارات التعامل معها، بالإضافة إلى القضايا المتصلة بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية. في اجتماع له في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ناقش مجلس الوزراء خيارات الدولة والحكومة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصا في جبهتي حريب ومرخى واستمرار أعمالها الإجرامية واعتداءاتها المتكررة على الأعيان المدنية والطرق العامة واستهداف المدنيين. وأكد المجلس أن تصاعد الجرائم الإرهابية لميليشيا الحوثي الإجرامية في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك، وأن الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لهذه الجرائم. رئيس الوزراء قدم في مستهل الاجتماع إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم خلال هذه المرحلة وبما يلبي تطلعات المواطنين، وشدد على ضرورة التنفيذ العاجل لقرارات المجلس الرئاسي، خاصة ما يتصل بتحسين كفاءة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية ومضاعفة الجهود لتأمين الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والاحتياجات التموينية الرمضانية الكافية. رئيس الوزراء لفت كذلك إلى خطة وزارة الدفاع لتنسيق أعمال المحاور والجبهات في غرفة عمليات مشتركة موحدة مع امتداد المناطق المحررة، إضافة إلى الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. وفي الاجتماع وافق مجلس الوزراء على ترخيص إنشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، كما أقر ترخيص إنشاء مصنع استخراج غاز البترول المسال وتخزينه وإعادة تعبئته في قطاعات النفط والغاز التي تديرها بترومسيلة، مستعرضا الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية، خاصة تخفيف معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين خدمة المياه. هذا واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الخارجية والشؤون المغتربين حول المستجدات السياسية والتحركات الأمنية والإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن وما يقابلها من تعنت ورفض من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. ترأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا عسكريا مشتركا ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ووفد من التحالف العربي وقيادات من الوزارة والقوات العسكرية والأمنية الجنوبية. وقف الاجتماع أمام التصعيد العسكري الحوثي في عدد من الجبهات، حيث أكد الزبيدي أن هذا التصعيد يؤكد حقيقة الميليشيات الإرهابية ونزعتها العدوانية، وشدد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية.
أحبطت المقاومات الجنوبية في محافظة شبوة محاولة تهريب ذخائر وأسلحة وقذائف مختلفة وكذلك أدوية مهربة قادمة من صنعاء. وقالت مصادر عسكرية أن قوات المقاومة الجنوبية ضبطت في مفرق الصعيد بمحافظة شبوة شحنتين من الأسلحة والأدوية المهربة، احتوت إحداها على عدد من قذائف الار بي جي والسلاح الدوشكا، وأخرى على متنها كمية من الأدوية المهربة. أدان فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب حملة الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيات الحوثي والتي طالت عددا من الشباب في مدينة إب. ونص البيان أن فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة إب يدين بشدة عمليات الاختطاف التعسفية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد العشرات من الشبان انتقاما لمشاركتهم في جنازة المكحل. ويعتبر فرع المكتب السياسي استخدام الميليشيات الحوثية لقوات من صعدة وذمار إلى محافظة إب دليلا على الذعر والفزع الذي أصابها بعد الانتفاضة الشعبية خلال جنازة المكحل. ويدعو المكتب السياسي مشايخ المحافظة والشخصيات والوجهات الاجتماعية للوقوف إلى جانب أبناء المحافظة، كما يدعو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية العدوانية. أعلن البنك الدولي تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وقال البنك إن التمويل الجديد الذي سيتم إنفاقه على 3 مراحل يستهدف بشكل خاص المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل وفقا لما ورد في بيان للبنك. ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك تانيا ماير قولها إن هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة. أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالشركة ورفضها التدخلات المخالفة للوائح وقوانين الشركة وعدم قبولها بأي خرق للنظام الأساسي لشركة اليمنية. وقال البيان إن البنك المركزي في صنعاء أصدر في 8 من شهر مارس الجاري قرارا بتجميد أرصدة الشركة، وأضاف أنه فرض إجراءات غير قانونية تمثلت بإضافة توقيع على جميع الشيكات الخاصة بشركة اليمنية، وهو ما يعد مخالفة للوائح وقوانين الشركة وخرقا غير مسبوق للنظام الأساسي للشركة. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية في محافظة شبوة مشروع توزيع التمور الرمضانية في مدينة عتق. وأكد المنسق والمدير الميداني لفريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة ماجد بن سريع أن هذا المشروع الخيري يهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية للأسر المتعففة والفقيرة التي ليست لها القدرة والاستطاعة على توفير احتياجاتها اليومية من مادة التمور للإفطار خلال شهر رمضان. يكافح الفنان التشكيلي مهدي عبد الله لتجسيد ثقافة وتراث محافظة أبين من خلال الفن التشكيلي، وذلك بأبسط المقومات المتوفرة لديه في ظل إهمال حكومي والجهات الخاصة. الغد المشرق زارت المعرض المتواضع للفنان ووثقت آخر الأعمال الفنية التي قام بتصميمها. بإمكانيات خاصة ومحدودة استطاع الفنان التشكيلي مهدي عبد الله من تجسيد الفنون الإبداعية بصناعة المجسمات التي تعبر عن تاريخ وتقاليد محافظة أبين وإحياء التراث الأبياني العريق. نجيب تربة خاصة بساتين تراب حالي، نقوم بعجنة، عندما نقوم بعجنة نقوم بتفصيل، يعني سواء كان ثعبان أو فاكهة حبحب أو تفاح، ولكن يعني أنا أقدر أشتغل سواء من خشب أو من حديد أو من صخر، بس هنا الإمكانيات ما مش متوفرة معنا، يعني نحاول نشتغل في الكم القليل من الطين من خسع، يعني كل العمل هذه من المخلفات، كيف نستفيد من المخلفات إلى منظر جمالي جذاب. فهذا العمال البسيطة اللي نشتغلها طبعا هذه كلها من تراب. يعيش الفنان التشكيلي مهدي عبد الله بحي الطميسي بعاصمة المحافظة زنجبار في منزل متواضع جعل من أحد الغرف فيه معرضا لأعماله الفنية المتواضعة والتي تسر كل من شاهدها لما تحتويه من أصالة وثقافة مديريات المحافظة الريفية والجبلية والساحلية. أتمنى من الجهات المختصة أن تدعم في هذا المجال التشكيلي هذا المعرض، طبعا معرض صغير متواضع عملته في البيت، ولحد الآن لم أحصل إلى أي دعم، والعمل اللي نعملها هذه عملت بيت الأبيني عن تراث أبين
ما يمثل يعني عراغة أبيان بالتراث، بيت متكامل مع النيفة مع المصعد مع يعني حاجات تراثية قديمة. القدي المشرق كان لها نصيب من الإبداع والتميز للفنان التشكيلي مهدي عبد الله بهذا المجسم، وذلك تعبيرا وتقديرا لحبه للقناة، فما كان منا إلا النزول إليه وزيارة معرضه المتواضع وإعداد هذا التقرير. لقناة الغدي المشرق عثمان عامر، أبيان. نظم الاتحاد العام لطلاب جامعة عدن الأنشطة والفعاليات الرياضية لكليات الجامعة والتي تتضمن بطولات لكرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج. برعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، شهدت الصالة المغلقة في العاصمة عدن تدشين الأنشطة والفعاليات الرياضية لكليات جامعة عدن. طبعا هذا اليوم ندشن الفعاليات الشبابية التي يقيمها اتحاد طلاب جامعة عدن تحت طبعا بدعم من وزير الدولة محافظ عدن ووزير الشباب والرياضة وبشراف رئيس جامعة عدن الأستاذ دكتور الخضر ناصر الأصور. طبعا هذا اليوم سندشن الفعاليات في كرة القدم وفي لعبة الشطرنج، وتستمر الفعاليات أيضا في المساء. ندشن عصر هذا اليوم الخامس من رمضان أنشطة جامعة عدن بالتعاون ما بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، طبعا بإقامة 4 فعاليات في كرة القدم الخماسية وكرة الطائرة والشطرنج وتنس الطاولة، وتأتي هذه برعاية كريمة من قبل معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري وأخيه وزير الدولة محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس. الأنشطة والفعاليات الرياضية ستتضمن بطولات لكرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج. نفتتح اليوم البطولة الرمضانية لطلاب جامعة عدن، هذه البطولة التي شملت 15 كلية من كليات جامعة عدن. البطولة هذه يعني نفتتح 4 بطولات، كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج. أتت هذه البطولة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور محمد عقيل عطاس. طبعا هذه البطولة تعد البطولة الأولى لطلاب الجامعة. المشاركة هذه يعني جديدة من نوعها، ومشاركة كسرت الملل بالنسبة لنا كطلاب، يعني كله دراسة دراسة دراسة، هذه المشاركة الرياضية تكسر الملل بالنسبة لنا، خاصة في الجو رمضان، يعني الركود هذا غير طبيعي في الدراسة. لقيت المشاركة هذه الرياضية كسرت الملل بالنسبة لي. يعني البطولات الرياضية الرمضانية تلعب دورا مهما في حياة الشباب والطلاب، وتشكل مساحة مناسبة للترفيه عنهم خلال الشهر الفضيل. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يؤكد أن التصعيد الحوثي لن يمر دون عقاب، الزبيدي يقول أن ذلك يؤكد الحقيقة الإرهابية والنزعة العدوانية للميليشيات. البنك الدولي يعلن تقديم 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. الخطوط الجوية اليمنية تؤكد التزامها بقوانين إنشائها ورفضها تدخلات البنك المركزي بصنعاء.